تبدو مظاهر الحياة اليومية في مدينة الرياض سريعة وجادة. لكن هذه السرعة وهذه الجدية سرعان ما تتحول في شهر رمضان المبارك إلى مناخات إيمانية اجتماعية دافئة وهادية. في شهر رمضان تكشف الرياض عن خصوصية إحساسها الوجداني بشهر رمضان المبارك في العديد من المظاهر التي تستجد خلال أيامه وليالي. التزود من طاعة الله هاجس المسلم في الشهر الكريم، والعمرة في رمضان تعادل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكاتب ومؤسسات محلية اختصت بتنظيم حملات العمرة. تشهد إقبالا كبيرا في شهر رمضان، ويزداد هذا الإقبال في العشر الأواخر من الشهر الكريم، حيث تتهيأ النفوس لزيارة بيت الله الحرام، ويستشعر الإنسان أهمية هذه العبادة وروعة هذه الرحلة الإيمانية. والله الطلب يكثر طبعاً، تعرف موسم إجازة مدارس والآن، والعام أكثر الناس ما يعني يكثر طلب عليها زيادة، فيكثر بالذات في عشر الأواخر، يكثر عندنا في العشر الأواخر بزيادة، عطلة مدارس وعطلة موظفين. والشيء الثاني العمرة تعادل الحجة في رمضان، الناس كذا ويكثر عليها طلب لأنها أجر عظيم لها في رمضان. في مقر الحملة يخير المعتمر بين أكثر من وسيلة، إن كانت الطائرة فالجو متاح، وإن رغب المعتمر أن تكون رحلته عبر البر فلا بد من الباصات التي تم إعدادها مبكرا. أما الأهم هنا هو أن تحجز مبكراً، فالرحلة يلزمها ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق. والله استعدادنا حيكون بحجز الفنادق بدائياً قبل الموسم بشهرين تقريباً، وحجز الطائرات وحجز الباصات وتأمين السكن اللازم الفي آي بي، وتأمين الفنادق الفخمة والفنادق القريبة للباصات والطيران. لا شك أن العمرة في رمضان يعني وهو بداية هذا الموضوع أنها يعني بلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا الشيء، والمسلمين حريصين على اختيار المناسبات التي من شأنها أن تكثر فيها الحسنات، ورمضان موسم لزيادة الحسنات في كل أعمال الخير، ومن ضمن الأعمال الخير الحقيقة أن الناس تقدم على أن يعني يزوروا بيت الله الحرام، وبما ما معناه نسميها العمرة في رمضان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأثر أن حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأرى حقيقة أن المسلمين في هذه المناسبة خاصة في رمضان يحرصون على 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 يعني أداء العمرة في هذا الشأن، وأنا واحد من هؤلاء. ولا شك أن الإنسان يعني يختار أحيانا بعض الحملات التي تقدم بعض الخدمات المريحة في سبيل إيصاله إلى هذا المكان المقدس وهو بيت الله الحرام. حقيقة هي فرصة أن الواحد
يؤدي العمرة في رمضان، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة. حقيقة فرصة أن الواحد يشارك إخوانه المسلمين لأداء العمرة وأداء صلاة التراويح وصلاة القيام وفي أطهر بقعة على وجه الأرض. حقيقة لما الواحد يشارك في العمرة في هذه الأراضي المقدسة مع الأهل يحس سبحان الله بمتعة حقيقة في هذه الأراضي المقدسة. فحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الواحد طول عمره إلى أن يوصل هذا الشهر لأداء هذه الفريضة، والحمد لله حقيقة تحقق حلمي وحلم الأهل أن نشارك إخواننا المسلمين في هذا الشهر الفضيل. في الليالي الأخيرة من رمضان يستجد الكثير من المظاهر والعادات الاجتماعية. تتحول وجهة المتسوقين في آخر رمضان إلى محلات أخرى غير التي كانوا يرتادونها في أول الشهر الكريم. فالمناسبة القادمة هي عيد الفطر السعيد. ولا قيمة للعيد دون الكسوة الجديدة. تزداد الحركة في محلات الملابس بشقيها الرجالي والنسائي. بالنسبة للأشياء المتوفرة والمطلوبة أكثر شيء عند الزبائن هي المشالح الملكية، عندك الدقلات حق الأطفال، عندك الشموخ والطواقي العبر. احنا موفرين كل حاجة من الرأس إلى القدم بالنسبة للملابس الرجالية. قد الذروة عندنا في المحل هنا تبدأ من العشر الأواخر، العشر الأواخر فترة المساء ما شاء الله ما يحتاج. طبعا في أشياء تيجي جديدة، موديلات جديدة من الشمغ، المشالح برضه في أشياء تيجي جديدة، القمصان، الدقلات، هذه كلها ما شاء الله في أشياء كل سنة أو كل فترة تتجدد، ما في شيء يبقى زي ما هو. والصغار دائماً يمثلون فيها مظهراً جميلاً، فهم الذين يعيشون فرحة العيد الحقيقية ويستمتعون بها أكثر من غيرهم، فلا بد أن يشاركوا في اختيار ملابسهم ويستمتعوا بلحظات الاستعداد ليوم العيد السعيد. ويمتد اهتمام الكبار في العيد إلى العطور والبخور، فتشهد محلات بيعها مزيداً من الإقبال في الليالي الأخيرة من رمضان. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الاستجابة لهذه الآية الكريمة تبرز في آخر رمضان في صورة من أجمل الصور الإيمانية، وفي مظهر من أروع المظاهر التي يتفرد بها الشهر المبارك. إقبال على شراء زكاة الفطر. والأرز من خير ما يأكل الناس في هذه البلاد،
فهو حتما الأكثر عرضا وطلبا. الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين، والزكاة هي فريضة يعني على كل مسلم، فمن وداها لنفسه وتكتب له حسنة عند الله. فالزكاة هي واجبة على كل مسلم، يزكي عن نفسه وعن أهل بيته وبركة. ولكن هناك أهمية الزكاة، لابد أن يعرف الناس يعني المحتاجين اللي يحتاجون الزكاة وتعطيهم، سواء من قبل الجمعية أو المساجد أو الناس اللي أنت تعرفهم يعني، في ذلك تكتب لك حسنة. لكن تأخذ الزكاة كذا وتروح توزعها مثل وين هذا، وتحط تأخذ من الشارع وتعطي في الشارع، فما يجوز هذا يعني، الله أعلم. فرحة لا توصف، ويا ليت أنه يعود علينا دائما، ودنا دائما حنا في رمضان، ورمضان ما عاد باقي إلا أيام قليلة وودعناه الآن خلاص، وإن شاء الله يجب فيها رمضان، يجب فيه التسامح، يجب فيه المحبة، يجب فيه الأخوة، يجب فيه التعاطف والتزاور، يزورون بعضهم، شفت ولا لا؟ فرمضان خير، خير اللي يعرف رمضان، رمضان خير، فرصة للمسلم ينتهزها في رمضان، وكل اليوم إن شاء الله أن الأيام كلها مقبلة تصير أحسن وأحسن. يسود المشهد باعة اتخذوا أماكن مناسبة لبيع بضاعتهم. كميات من الأرز عرضوها على الأرصفة وأمام المساجد. يقبل عليهم الباحثون عن الفطرة من كل صوب. كل يكتال زكاة فطره، أما دفعها فموعده يوم العيد. والله طول العمر نبدأ من فترة الصباح الساعة 10 الصباح لين الساعة 1 في الليل، يعني نجي إذا نجي الصباح نقعد لين الظهر، صلينا الظهر نقعد ثاني مرة نبسط لين صلاة العصر، طلعنا الصلاة بسطنا للمغرب تفطرنا في ذا، وعليها لين الساعة 1 2 رحنا البيت. والله قاعدين إذا شفنا زبون نادي عليه، زكي يا صايم، زكي 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 زكي، الله وليك، زكي على عيالك وريالك. وإذا ما أزف الشهر وأصبح العيد على الأبواب، رفعت الرياض عبارات الترحيب واستعدت لمناسبة أخرى لها مظاهرها وصورها الإسلامية المشرقة.